كافة الملعونين. اليوم لقينا المكان اللي كانت متخبية فيه منار، بيت مهجور بمنطقة جوزتبي، يعني فيك تقول خرابة وكأنه مهجور ومانو مسكون. هيك لكان هذا بيت منار. وقع بالفخ. نعم. مساء الخير، أنا ميسون بوزكايا. أهلين يا خانم، شو صاير؟ فقت وما لقيت شرف، بعدين لقيته طلع بالسيارة بسرعة وما لحقته. بلكي طالع شم هوا. لا مو هيك، من وقت ما رحت هو عم بيعيد هذا الكلام نفسه، قال لازم إنه يلاقي منار ويحاسبها، فعم قول معقول يكون راح على بيتها؟ كتير خايفة، بترجاك تساعدنا. أنت اتصلتي في شي؟ إيه اتصلت، كان مسكره. طيب ماشي يا خانم، هلأ أنا بروح وبشوفه. شكراً حضرة الملازم. بابا؟ لا تخافي حبيبتي، نامي نامي، أنا رح وصلك لعند خالتك نورهان. تعي لعندي لشوف، تعي تعي تعي. أوبا كأنك كنتي طالعة لبرا مو؟ ايه عم دور على شرف. ليش لوين رايح بهالوقت من الليل؟ أخذته منار وراحت، يمكن الصبح يرجع. هي مسحة؟ شو بدها هالمرة منا؟ ليش عم تلحقنا؟ ليك اتفقنا يا سيد شرف، مو اتفقنا ما تعمل شيء بدون ما تقلي؟ بس حبيت اعرف وين عايشه. ولا مفكرني رح ضل قاعد وما ساوي شيء وهديك المرة عم تلاحقني، رجعت فاتت على بيتي. متأكد؟ ما شفت وشها لأنها مغطيته، بس متأكد إنه هي، لما شافتني هربت قمت لحقتها لراس الشارع، بس ما قدرت اكمشها. فهمت. بس يا سيد شرف يا ريتك اتصلت فيني قبل ما تيجي لهون، بقصد كنت رح ابعت كم عنصر، لأنه بتعرف نحن هلأ المسؤولين عن سلامتك لبين ما تظهر الحقيقة. لو كنت عامل هيك بوقتها هديك المرة ما كانت اجت على بيتي. صباح الخير، والله حابب أعرف رقم دينيز غورمان. شكراً. شرف؟ شرف أنت وين كنت طول الليل؟ قلقت عليك كتير. لو كنتي قلقانة علي ما كنتي نيمتيني بالصالون. خلص أنت لا تاكلي همي بقى، إذا نمت فقت رحت ولا أجيت لا تاكلي همي بنوب، ماشي؟ ايه بتأمر. داليا تعي. انتي وفاطمة بتاخدوا يومين إجازة. ماشي، شكراً كتير، هلأ أنا بخبرها لفاطمة. روحوا كلياتكم مشان ضل مع فريدة. حطيها على الطاولة. امتى انكسر هاد؟ ما بعرف، امبارح نظفته بس ما كان في شي، والصورة كمان مو هون. يعني مين رح ياخد الصورة؟ ماشي روحي، أنا بطعمية لفته. أمي حبيبتي، أنتي أخذتي الصورة؟ أمي بترجاكي لا تعملي هيك، بعدين بابا بيرجع بيبعتك على المشفى. خالي ميسون مانا منار، فهمي بقى. أحكي قد ما بدك، يا ريتها تموت لنرتاح. ستي أنتي شو عم تقولي؟ عم قول كيف بدنا نرتاح، من وقت ما اجت راحت الفرحة من البيت، حتى ميسون الملاك جنت، من وقت ما اجت والنحس راكبنا. ستي بكفي بقى، بنتي بس تطلعي عليها مثل الأموات، مثل الأموات طول الوقت صفنانة على الفاضي. شوفي رح تموتنا لإلنا كمان من قهرنا. شو؟ طلعي لبرا، طلعي لبرا ستي، طلعي. طالعة، خلي أمك تنفعك. أمي لا تزعلي، لا تواخذيها لستي. الله يطول لي بعمرك يا أمي. أهلين ابني. أهلين خالي. سيلا راحت على المدرسة؟ إيه هلأ راحت. أستغفر الله، ما لحقتها. خبروني من القسم مشان خناقة بتقسيم وضليت معهم لوش الصبح. إذا بتحب بجهز لك الفطور. لا مالي جوعان هلأ، إذا بتعملي شاي بيكون منيح. ماشي بعمل. شو علاقة ميسون بمنار؟ بالزور لحتى راحت سيلا على المدرسة، قال بدها تخلص الصورة. صحيح ابني لمين هالصورة المقطعة اللي عم تساووها؟ ميسون بوزكايا. شو صار معكم، رحتوا؟ ماشي، راقبوا المكان 24 ساعة ولا تخلوا حدا يحس عليكم. لازم أعرف مين عم يفوت ومين عم يطلع على بيت ميسون خانم. شو عرفك انه رح يتصل؟ مثل ما بعرف انه قرب يموت، والحقيقة عم فكر بالتاريخ. ليكي مثلي كتير منيح لحتى يصدق. نعم. مرحبا، حضرتك دينيز غورمان؟ تفضل. أنا تعرفيها لمنار أوزجور؟ منار؟ ما بعرف حدا بهالاسم ولا عاد تتصل. وقفي لا تسكري. الو. برافو عليكي والله. دخلك كيف لهلا ما اخذتي دور البطولة بشي مسلسل على هالموهبة؟ لاني لهلا ما لقيت مخرج شاطر مثلك. ايه كل شيء له وقته. هلا بس يجي شرف بتعملي نفس الاداء، فهمانة؟ اليوم رح حل هالمشكلة. رح لاقيه حتى لو تحت الأرض. أمي افتحي تمك. أمي الله يوفقك، ما أكلتي شي هلأ بتمرضي. يلا لكن اشربي الحليب. أيوه. شش أمينة تعالي لنحكي شوي. يلا تعي. أمي هون. على أساس رح تفهم. طالع لبرا. وصلك على المدرسة؟ بعد شوي بيجي الميكرو. يجي بس لا تركبي معه، اتفقنا؟ وبابا؟ أوه أبوكي طلع من زمان. رح استناكي على الباب مثل ما اتفقنا، لا تتأخري. اسمعي، أنا كتير بحبه لزيدان. شو كمان؟ دورت عليك بس شكلك بغرفة تانية. كان لازم دور عليك بغرفة أمينة، ما هيك؟ ليك زيدان، أنا عرفانة شو عم بتساوي، بس صدقني ماني فاضيتلك بنوب. المهم اليوم المسا لا تجي. قصدك إني انقلع من هون مو هيك؟ لا لسه بكير، بس دير بالك على تصرفاتك، وقد ما فيك بعد عن عيني، لا تورجيني خلقتك. واسمع الكلمة منيح. ماشي رح أسمعها، وهلا بستأذن. منار هون، منار هون. هاي منار قدامك. قولي لي فيكي تعملي شيء؟ قديشك جدبه انت. انبسطي كثير بهالكم ساعه اللي بقيانين لك، لانه هدلون اخر عمرك، فهمتي؟ لإمتى أنا بدي ضل متخبية هون؟ ما فيني أقضي عمري متخبية، عن جد داق خلقي بهالغرفة. كنت رح أقول لك لا تخافي، بس ما بدي أكذب. خافي مني يا فريدة، وخافي مني كتير كمان، لأنه اليوم رح تموتي. الليلة هي آخر ليلة لإلك. وقفي، لا تفتحي، خليه يتحمس، ولا تنسي شي بنوب. تفضل. أنا اللي اتصلت قبل شوي، حابب أحكي معك. ما عندي شيء أحكي معك. بترجاكي، ما عندي نية سيئة. بترجاكي، بس بدي أعرف كم شغلة عن منار أوزجور. ما بعرف منار أوزجور. بس هي بتعرفك، اسمك على دفترها. خبرت الشرطة عن هالشي؟ إذا حكيتي معي ما رح أخبر الشرطة. شو رايحة لشي مكان؟ اسأل شو بدك تسأله، يلا روح من هون. من وين بتعرفيها لمنار؟ أنا ما بعرفها، في حد عرفني عليها. مين؟ الدكتور. دكتور جيتين؟ ليش أنت بتعرفه؟ اللي بعرفه إنه مات. منار قتلته، ما هيك؟ وهلا هي عم تلاحق، لهيك عم تهربي. ليك هالمرة خطيرة كتير وماني قدها. هي شو مشكلتها معك؟ لأني ساعدت الدكتور بعمليتها، معقدة لأنه هي طلبت وشلة مرة تانية. وش مين طلبت؟ مرة حلوة وبظن مشهورة كمان، كانت جايبة صورتها من الجريدة. كانت بتشبهها هي، طلعي فيها منيح. اي نعم، هي المرة اللي قالت عليها. بس انت من وين بتعرفها؟ هي مرتي، مرتي. يا ربي شو هاد؟ مستحيل. كانت ناوية تحل محل مرتك بالعرس، بس الدكتور ما شبع مصاري واجا على العرس ليعترف بكل شيء قدامكم. لك الله يلعنني، شو عملت؟ أنا اللي قلعته للزلمة بإيدي. دير بالك منيح، هي وحدة مجنونة رح تضل عم تلاحقكم. مزبوط، هي عم تلاحقنا، عم تلاحقنا وين ما منروح. وانتبه على مرتك كمان، رح تحاول تأذيها بأول فرصة رح تسحلها. بترجاكي ساعديني، بتعرفي بيتها شي؟ بعطيكي قد ما بدك، بس انتي قليلي. الحقيقة عندها بيت، مرة أنا والدكتور رحنا لهونيك. طيب قليلي وينه؟ وقديش رح تعطيني؟ هيك خلصنا شغلنا؟ خلصنا. هات الإجرة لكان. بتحبي اللوز؟ جد انت كتير موهوبة، حتى الموت ظابطة معك. يا خسارة. لا تطلع قبل ما تاكل، وحطيت لك الدواء مشان تشربه والا ما رح تطيب. كيف رح طيب يا أمي؟ كيف؟ جرحي غميق كتير. شو عم تستنى يا ابني؟ عمالك شمالك. خلاص ما رح ازعل، يلا كش. رح انسحب معلم. برافو عليك، صاير عندك خبرة منيحة بالشغل. الواحد لازم يعرف بالضبط امتى ينسحب. معك حق معلم. معلم اتصل الدكتور قال لغى عملية النقل، تيكين ما جاب البنت. ولك كيف ما جاب البنت؟ ما أخذ مصرياته؟ والله الزلمة مو مبين والزبون لساته ناطر. اتصل بتيكين وخبر الشباب كمان، يلا خليهم يلاقوا واحد بسرعة. ماشي معلم. اتصل بزيدان واعطيني اياه لاحكي معه. تأخرت كتير والدرس الثاني ما عاد لحقه. شو في لك حجة؟ قلي لهم أمي مرضانة وهذا مو كذب. ألو نعم. زيدان لازمني واحد بأقصى سرعة. أنت بتعرف كتير ناس، من هلا لكم يوم لازم تلاقي لي إياه زبون جاهز. والله عندي هيك واحد بس أنا لازم جهزه بالأول. ولك ابني عيفني من هالحكي، المهم تلاقي لي واحد، الشغلة فيها رزقة منيحة. احكي هيك من الأول. ماشي، اعتبر الشغلة صارت. مع السلامة. ما حسينا بالوقت ونحن بالسيارة، لو قعدنا بشي محل. بس بتعرف عندي مدرسة. طيب والمساء ما بتطلعي؟ لا ما علينا شكرا. أمينة شو رأيك خطفك اليوم؟ أبي ما رح يوافق. أمينة عم قلك نهرب، بظن أنت البنت الوحيدة اللي بتطلب إذن مشان تهرب. بس كيف رح أعمل هيك؟ فيك تكذبي شي كذبة، مثلا قلي له رايحة لعند رفيقتي في كافيه جديد منشوفه. بس ما بعرف. ليكون مو واثقة فيني. لا والله مو هيك. ليك إذا بدك جيبي وحدة من رفقاتك وأنا بجيب رفيقي. طيب بشوف شو بصير معي وبحكي معك المساء. ماشي بشوفك. أمينة تعي شوي بشوفك. وينك لهلا؟ تأخرت على الميكرو ولهيك زيدان وصلني. زيدان ما؟ شاب كتير حلو، مين بيكون؟ زيدان بيكون ابن الخالة ميسون. بدي اقول لك زيدان طلب مني المسا نطلع مع بعض. اثنيناتكم؟ قال لي إذا عندك رفيقة جيبيها. ايه منروح لكان. لوين بدنا نروح؟ قال في كافيه جديد وحلو كتير. ايه عرفته لك، والله هاد حلو كتير عن جد، خلينا نروح. قديش وشاب مزوق بيفهم بكل شي. وشو رح تقولي لأهلك وكيف بدي آخذ إذن من أبي؟ بنتي الكذبة المعروفة، أنت رايحة لعندي وأنا رايحة لعندك، اتفقنا؟ شو في ميسون؟ أنا اللي لازم أسألك، شو في؟ شو صاير؟ ما صار شيء، لساتهم عم يحققوا. لساتهم عم يحققوا ونحن رح نضل عايشين بقلق شرف؟ شو أعمل ميسون؟ شو ما أنك شايف الوضع؟ إيه وما تحلوا. صراحة حابة ارتاح وماني حابة أعيش هيك، لاقي طريقة تخلصنا فيها من منار. الو، زلمتك صار له ساعة مهموم وعم يفكر. ايه، المهم بلع الطعم؟ طيب ليش ما لحقنا لهلا؟ ايه بلعه ورح يجي، بس الظاهر لسه ما قرر. يعني رح نضل قاعدين هيك عم نستنى السيد شرف ليقرر؟ اكيد ما رح نستنى. اخذت شوية اجراءات مشان تسريع الموضوع. شو عملت؟ المسا تفرجي على الاخبار. مفاجأة. هاي ليكو مشي، بظن راجع على البيت. ماشي. المسا رح تنامي وانتي مرتاحة ناريمان خانم. ارجع على البيت بقى. بابا حابة اقول لك شغلة. قولي بنتي. ليلة البنات عاملين حفلة ببيت رفيقتنا سينان، حفلة بيجاما، كلهم رح يجتمعوا هنيك، فيني روح؟ حفلة شو؟ حفلة بيجاما. مشان الله صاروا يعملوا حفلة للبيجاما كمان؟ بعمري ما سمعت انه في حفلة للبيجاما. بترجاكي كل البنات رح يجتمعوا هنيك، الله يوفقك. ايه خلوها تروح من غير شي البنت ضايق خلقها، على الأقل خلوا واحد يتسلى. بابا بترجاك اسمح لي روح. أكيد ما بسمح. شو ما سمعتي الملازم؟ قال ضلوا بالبيت. بعدين قديش عمرك أنتِ؟ لساتك صغيرة. بترجاكي لا تعطيها وش. لأنه ما أنا بنتي ما هيك؟ ميسون أنتِ ليش عم؟ ماشي فهمت شرف ماشي. أمينة روحي لغرفتك. قال صغيرة وإمتى بدي صير كبيرة بنظره يعني؟ أمي رفقاتي كلهم بيروحوا على السينما وعلى الكافيه كمان، وعندهم رفقات شباب كمان. أمي أول مرة بحس هيك، كل ما بشوفه قلبي بدق بسرعة وخدودي بيحمروا. هذا هو الحب؟ أنا عشقانة يا أمي. شو في سينان؟ شو يا بنت ما رح تجي؟ أنا أخذت الموافقة. ما رح أجي، أبي ما عم يوافق. وزيدان شو قال؟ زعل شي؟ ما بعرف، طلع وراح، ما شفته. خلص يا، لا تضايقي حالك، لا تزعلي، خلص بعدين بشوفك. تمام تمام، خاطرك. ميسون أنا طالع شوي، سكروا البواب والشبابيك منيح. لوين رايح؟ طالع شم هوا، لا حدا يطلع لبرا، ماشي؟ ابني متوترة أعصابه بهالفترة كتير، كل هالشي من تحت راس منار. يعني أكيد لهلأ شغالة. ليش؟ ستك نامت وأبوك طلع لبرا. إذا بدك رح أطلب لك تاكسي لتروحي. وبابا؟ اتركينا من أبوكي، أبوكي مثل كل الرجال معقد، بس أنت كبرتي وصرتي صبية وحابة تتسلي وتمرحي مثل كل رفقاتك، ما هيك؟ وبعدين هذا رح يضل سر بيني وبينك. بس هذا جنان. ما ليش لتعمل هيك شيء؟ يمكن لتتقرب منك، ولأنه فريدة خانم عم تقول عن ميسون خانم منار. سيد عزيز هي مريضة، فريدة مانا إنسانة طبيعية بنوب. يا هي مريضة يا نحن، بكرة بنعرف كل شيء.